الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خير القرون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام نتحدث حول سيرة الفاروق عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقد تقدم في حلقات متعددة تحدثنا فيها عن جوانب من شخصيته رضي الله عنه، وتحدثنا فيها أيضا عن جوانب وملامح عبقرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. اليوم أيها الأحبة الكرام، أو الليلة بمعنى أصح، نواصل الحديث حول ملامح أخرى من عبقرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لعلك أخي الكريم تلمح أن قضية أساسية من قواعد المنهج السلفي السني، منهج أهل السنة والجماعة على طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، يرتكز على عدة ركائز، منها أولا التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته وعبادته، وتوحيده أيضا في أسمائه وصفاته. ثم الركيزة الثانية الاتباع، والمقصود بها الاتباع المطلق لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل لنا قدوة حسنة إلا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عز من قائل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال أيضا في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال عز من قائل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال أيضا في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
ويسلم تسليما. كل هذه النصوص من آيات القرآن الكريم تدل على هذه الركيزة الهامة من ركائز وقواعد المنهج السلفي، منهج أهل السنة والجماعة على طريقة السلف الصالح: التوحيد أولا ثم الاتباع، والاتباع هو اتباع الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته، كل حسب درجته، فما كان على سبيل الحتم والوجوب كان في حقنا واجبا، وما كان على سبيل الاستحباب والندب كان في حقنا مندوبا مستحبا، إلى آخر التفصيلات التي يذكرها عادة علماء الأصول والفقه على حد سواء. هناك ملمح في عبقرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعطينا درسا في هذا المقام، درسا في بيان ركيزة الاتباع كقاعدة هامة من قواعد المنهج السلفي الصحيح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حج أو اعتمر رضي الله عنه، الحديث في صحيح الإمام البخاري عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فلما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طوافه، وأنت تعلم أن من السنة في الطواف سواء كان طواف عمرة أو طواف حج أو طواف تحية، السنة تقبيل الحجر الأسود أو على الأقل استلامه أو على الأقل الإشارة إليه إذا لم يتمكن الإنسان أو غلب أو زوحم، فبالتالي يمكن أن يكتفي بالإشارة إليه، إنما السنة تقبيل الحجر الأسود. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يفقه كثيرا من أمور الجاهلية، وكان هو رضي الله عنه من يقول لا يعني يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية، لأن الجاهلية والإسلام في الحقيقة ضدان لا يجتمعان أبدا. ومن هنا لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما تعلمون في طوافه في حج أو في عمرة أو في طواف تحية، جاء إلى الحجر الأسود ليقبله، لكنه لم يقبله تقبيلا عابرا. كلنا يمر على الحجر الأسود إما بتقبيل أو استلام أو إشارة، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يمر مرور أمثالنا أو مرور الكرام ويتابع السنة ويقبل الحجر وينصرف، أو يستلم الحجر وينصرف ويكمل بقية طوافه، إنما وقف عمر بن الخطاب ليلقي إلينا درسا بليغا في بيان الركيزة الثانية من ركائز المنهج السلفي الصحيح، ألا وهي ركيزة الاتباع. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخاطب الحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لو وقفت أو تأملت في هذا الموقف وفي هذه الأطروحة التي أذل بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو إن شئت فقل يعني تصريح على هامش طواف عمر بن الخطاب في حج أو عمرة أو تحية أو غيره، فيقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليعلن للأمة جميعا أننا نعتقد اعتقادا جازما أن الحجر الأسود حجر لا يضر ولا ينفع، لأننا في الأصل نعتقد أن الضر والنفع بيد الله عز وجل وحده، ليس بيد مخلوق أبدا، كما قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وكما قال الله عز وجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: يا ابن عباس أو يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك.
ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. من المقولات الطيبة التي أثرت على لسان الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كان يقول: ماذا يفعل بي خصومي، أو ماذا يفعل بك خصومك أو أعداؤك؟ إن أقصى ما يمكن أن يفعلوه بك هو أن يفعلوا قدر الله فيك. يعني هم هيعملوا إيه؟ أكثر مما يفعلون من تفعيل قدر الله فيك. فده معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالله عز وجل هو من سخرهم ليجري على أيديهم قضاء ما قدر. وكذلك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالله عز وجل يجري على أيديهم قضاء ما قدر من نفع فلان أو من ضر فلان. وبالتالي هذه قاعدة هامة من قواعد التوحيد، وقاعدة هامة من قواعد الاتباع المطلق للحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونبراسا على الطريق لهداية الحائرين الذين فقدوا بصلة الهداية فلم يجدوا لهم قدوة. فمنهم من صوب نظره إلى الغرب ليتخذ منهم قدوة، سواء من مطربيهم أو مغنيهم أو راقصيهم أو لاعبيهم أو سياسيهم أو زعمائهم أو إلى آخره. ومنهم من صوب نظره تجاه الشرق ليتخذ أيضا منهم أسوة، فهذا ليبرالي والثاني ماركسي، فصوب بصره أو نظره ناحية الشرق ليتخذ منهم أسوة، سواء كان من مفكريهم أو زعمائهم أو سياسيهم أو لاعبيهم أو مطربيهم أو راقصيهم إلى آخره. لكن المسلم الذي أمسك أو وقف بأقدامه على أول طريق الهداية والالتزام والمفهوم الصحيح للإسلام الذي جاء به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يدرك تمام الإدراك أنه سيساءل عند الله عز وجل بعد لحظة واحدة من موته، أو بعبارة أدق، بعد لحظة واحدة من إغلاق قبره عليه، ليأتيه الملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ إذن من اللحظة الأولى عقب إغلاق القبر عليه، كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وصوي عليه التراب وإنه لا يسمع قرع نعال أهله عليه، هم ما زالوا فوق القبر يسمع قرع نعاله عليه، نعال أهله عليه، أتاه ملكان فأقعدانه ثم يسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هنا يبرز الدور الهام الذي الدرس الهام الذي أدلى به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلم يمر على الحجر الأسود كما يمر عليه ملايين المسلمين عبر التاريخ الإسلامي كله، ملايين مملينة تطوف بالبيت الحرام على مدار الساعة، على مدار السنوات والأعمار والقرون الماضية، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقف عند الحجر ليعطينا هذا الدرس البليغ. يا حجر يا أسود، مع إن الحجر الأسود ليس كأحجار الدنيا بالطبع، والحجر الأسود كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والإسناد إليه صحيح، أورده الإمام البيهقي في السنن وابن أبي شيبة في مصنفه، أن ابن عباس كان يقول: الحجر الأسود من أحجار الجنة. وكان ابن عباس أيضا يقول: الحجر الأسود نزل من الجنة أبيضا ناصعا، لكن سودته خطايا بني آدم فاشتهر
بالحجر الأسود. فيقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند تقبيله لهذا الحجر ليعطينا هذا الدرس، ويذكر الأمة بركيزة من ركائز العقيدة الإسلامية، ركيزة من ركائز المنهج والقواعد السلفية الحكيمة، ألا وهو الاتباع المطلق للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يا حجر أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يا كعبة يا مشرفة، نحن نعلم أنك أحجار في ذاتها لا تضر ولا تنفع، ولولا أن الله عز وجل أمرنا أن نطوف بك ما تطوفنا بك. يا صفا ويا مروة، نحن نعلم أنكما من الجبال الموجودة في جزيرة العرب، في ذاتكما لا تضران ولا تنفعان، ولولا أن الله عز وجل أمرنا بالسعي بينكما ما سعينا. وهكذا في كل المناسك. علشان كده أهل العلم يقولون الأصل في العبادة التوقيف. التوقيف يعني إيه؟ يعني الأصل في العبادة التلقي عن المعبود جل وعلا، التلقي عن المرسل جل وعلا وهو الله عز وجل، والأخذ والتأسي بالمرسل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عشان كده بعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى هذين القسمين، فيقولون توحيد المرسل وهو الله، توحيد في ربوبيته وألوهيته وعبادته وأسمائه وصفاته، والنوع الثاني من التوحيد توحيد المرسل صلى الله عليه وسلم باتباعه اتباعا مطلقا فيما كان على سبيل الوجوب والحتم، وفيما كان على سبيل الندب والاستحباب، وفيما كان على سبيل السنة وغير ذلك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تلمح هذه العبقرية حينما يقف ليعطينا هذا الدرس. ربما يقول واحد منا ما هو يعني درس طبيعي عادي، يعني ما هو ده باب بندرسه في أبواب العقائد. لا لا لا، مش عادي، لأن أبا بكر حج واعتمر لكن لم يؤثر عنه ذلك، ولأن عليا حج واعتمر لكن لم يؤثر عنه ذلك، ولأن عثمان حج واعتمر ولم يؤثر عنه ذلك، وغيرهم وغيرهم من أكابر الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وغيرهم 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 من مئات عشرات الآلاف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حجوا واعتمروا، لكن لم يؤثر عن أحدهم أن وقف على الحجر ليعطي هذا الدرس البليغ للأمة إلى يوم القيامة. يا حجر أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ألم أقل لك أخي الكريم أختي الكريمة في بدايات حديثنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر وريث علم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وذكرت لك ساعتها حديث الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه شرب قدحا، أنه أعطي قدحا من لبن في رؤيا رآها. ونحن نعلم يقينا أن رؤيا الأنبياء حق، فالنبي أوتي قدحا من لبن في رؤيته في منامه، ورأى أنه شرب من هذا القدح اللبن، ثم أعطى فضله إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين: يا رسول الله، ما أولت ذلك؟ ما تأويل هذه الرؤيا؟ أن يعطى عمر بالذات، لم يعطى هذا لأبي بكر، ولم يعطى لعثمان زوج ابنتيه، ولم يعطى لعلي زوج ابنته فاطمة أحب الناس إليه، لم يعطى إلا لعمر، فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. فلولا أنه تبوأ منزلة عالية رفيعة في العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توقعنا هذا الدرس إلا من مثله عليه رضوان الله تبارك وتعالى. أيضا أيها الأحبة الكرام، نلمح
جانبا من جوانب عبقرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غزوة تبوك. في غزوة تبوك ضاقت الأحوال بالناس بالصحابة حتى أنهم لم يعودوا معهم شيئا من الزاد، خلاص يعني تقريبا الطعام والشراب كاد أن ينفد، كاد أن تصيبهم المجاعة غزوة تبوك. لذلك جاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا أن نذبح نواضحنا، نواضحهم اللي هي الإبل اللي هم بيركبوها، وسيلة النقل الوحيدة المتاحة لهم يومئذ، لو أذنت لنا أن نذبح أو أن ننحر نواضحنا فنأكل وندهن، عشان طبعا الحال ضاق بالناس جدا وأوشكوا على نفاد ما معهم من أطعمة وأسقية، فيعني هذا المصدر الإغاثة الوحيد بالنسبة لهم. فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله لا تفعل، يعني لا تأذن لهم في أن يذبحوا نواضحهم، فإنك إن فعلت قل الظهر، ما هيركبوا على إيه ويتحركوا على إيه؟ لو كل واحد نحر البعير الذي يركبه أو الناقة التي يركبها، طيب وبعد كده يعملوا إيه؟ ده احنا رايحين في غزوة أو راجعين من غزوة، وبالتالي هذه وسيلة النقل الوحيدة. شوف بعد نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع انه الناس مشغوله بقصه المجاعه، والناس كلهم مشغولون بقصه قرب نفاد الزاد الذي معهم، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون هؤلاء جميعا نظر الى ما هو ابعد من هذا، الى ما هو اهم من هذا، نظر الى طيب وماذا بعد؟ ذبحتم نواضحكم، طيب على ماذا تركبون؟ على ما تركبون؟ على ما تتحركون؟ كيف تنتقلون من هنا من تبوك إلى المدينة؟ أو كيف تنتقلون من هذه المنطقة إلى إكمال طريقكم إلى تبوك؟ ودي خسارة بالغة وإضرار بالغ، إن شئت فقل، يعني إضرار بالغ بالأمن القومي كما يقولون. فعمر بن الخطاب قال: يا رسول الله لا تفعل، فإنك إن أذنت لهم أو فإنهم إن فعلوا قل الظهر. طب إيه البديل يا عمر؟ هنا أيضا ملمح آخر من ملامح العبقرية، أنه لا تقف فقط عند حدود أن تنهاني عن هذا الفعل، لكن انهاني يا سيدي إن كان عندك بينة من الشرع، انهى صاحب الخطأ عن خطئه، لكن أكمل المهمة وقدم له البديل، يعني حتى تمنحه فرصة أخرى ليصحح الخطأ السابق ببديل مباح. طيب لا تفعل يا رسول الله، فإنهم إن فعلوا إن ذبحوا قل الظهر. طب إيه البديل يا عمر بن الخطاب؟ فإذا بذهن عمر وبعبقرية عمر تتفتأ إلى هذه الفكرة العجيبة، قال: يا رسول الله مرهم أن يأتوا بأزوادهم، في رواية كده تاني مرهم أن يأتوا ببقية أزوادهم، بما تبقى معهم من أزوادهم، يعني بالفتات التي تبقى معهم من الأطعمة التي معهم، حتى إذا جمعوها حطوها بين يديك يا رسول الله، خد بالك بقى ما هو معاه ثروة، فهو عايز يستفيد بهذه الثروة. إيه هي الثروة دي؟ اسمع: حتى إذا وضعوها بين يديك ادعو عليها بالبركة، برك على هذه الأزواد، على هذا الفتات المتبقي من أطعمة القوم، فجمعها بين يديك وادعو لها أو فيها أو عليها بالبركة. ويعلم أن دعاء النبي مستجاب عليه صلوات الله وسلامه، وأن من معجزات الله وآياته التي أيد بها رسوله صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير، وهي آيات ومعجزات حسية غير المعجزة الأبدية الكبرى وهي القرآن الكريم، لكن هناك آيات ومعجزات حسية رآها إيه؟ من عاصره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن غير الصحابة أيضا، لما تحداه المشركون مثلا أن يجعل لهم القمر فلقتين، فإذا به يدعو الله عز وجل فيجعل الله عز وجل له القمر فلقتين، يعني نصفين، شق هنا وشق هنا، فيشير إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هيا انظروا قد حقق الله عز وجل الآية
والمعجزة وغير ذلك من الآيات والمعجزات الحسية. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تبرز عبقريته في موقفين، في موقف واحد، يعني اثنين في واحد كما يقولون. الأول: لا تفعل يا رسول الله، لا تأذن لهم في ذبحي ولا في نحري النواضح، لأنه سيقل الظهر وتكون كارثة، كيف ينتقل الناس من إلى. الثانية بقى: طب نعمل إيه؟ قدم البديل رضي الله عنه، قال: مرهم أن يأتوا ببقية أزواجهم ثم ادعوا عليها أو لها أو فيها بالبركة. ففعلوا ووضعوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد فتات متبقي مع القوم من بعض الزاد الذي كان معهم. فبرك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيه بالبركة، ثم بدأ يدعو الناس. يدعو الناس اللي هم ايه، 10 ولا 20؟ طب 50 ولا 100؟ طب 100 ولا 200؟ طب 1000 ولا 2000؟ الناس جمع غفير. فجاءوا بآنيتهم فجعلوا يملؤون آنيتهم، أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يملأوا أوعيتهم. والأوعية ما هيش آنية، يعني مش آنية زي آنية الطبخ عندنا، ده الأوعية عندهم جراب كبير جدا يضعوه على الناقة يمينا وشمالا، اللي هي نقدر نقول أجولة كبيرة جدا توضع على يمين وشمال الناقة. فملأوا أوعيتهم، الجيش بالكامل يملأ كل واحد منهم وعاءه، وبعد أن انتهوا جميعا 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 وبقي فضلة منه في مكانه ببركة دعاء الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن خد بالك الفكرة جاية منين؟ الفكرة جاية من عبقرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلمح هذه الثروة التي بين أيديهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلمح أيضا خطورة أن يذبح الناس نواضحهم فيبقوا بغير وسيلة تنقل من هنا إلى هنا، وبالتالي تكون كارثة ويكون خطرا كبيرا على الجيش وعلى الأمن القومي لهذا المعسكر الإسلامي الذي تحت قيادة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا نلمح جانبا آخر من جوانب العبقرية في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب يعلم قدره عند رسول الله، ويعلم أنه ليس رقم واحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما يعرف أنه رقم اثنين وليس رقم واحد، إنما رقم واحد ده محجوز قولا واحدا للصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فكان الصديق الساعد الأيمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنجاز التعبير، وكان الفاروق عمر الساعد الأيمن الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنجاز التعبير. ومع الوضع في الاعتبار أنه أبو بكر يعني والد عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر أيضا والد حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هو الآخر، لكن لكل منهم مقام معلوم. وكان تقريبا هناك نوع من التسليم الكامل من جميع الصحابة رضي الله عنهم، نوع من الإقرار التام من جميع الصحابة رضي الله عنهم أن الصديق لا يسبقه أحد إلى خير. تقريبا كان هناك قناعة كاملة لدى جميع الصحابة، بدليل أنه نفس عمر اللي هو يعني الأكثر بروزا ومنزلة بين الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه، هو نفسه من كان يقنع بهذا. فيروي لنا هذه القصة التي تظهر جانبا آخر من جوانب عبقرية عمر رضي الله عنه في سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن، أو قيل إسناد لا بأس به، أنه سيدنا عمر بن الخطاب دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الناس إلى الصدقة، دخل عليه بعض يعني الصحابة الذين جاءوا من البادية، فظهرت عليهم أمارات الفقر والعوز والحاجة، فرق لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس عنده شيء في بيت المال يغنيهم به عليه الصلاة والسلام، إنما الحل إنه هو صعد المنبر وخطب الناس ودعا الناس إلى الصدقة. فبدأ الناس يعودون إلى بيوتهم،
وكل يأتي بما قدر الله له وبما كتب الله له وبما يسر الله له، فمنهم من يأتي بملء كفه تمرا، ومنهم من يأتي بملء كفيه بمده بملء كفيه تمرا أو غيره. هنا في هذا اليوم انتهز عمر رضي الله عنه هذه الفرصة وقال: اليوم أسبق أبا بكر. شوف العبقرية رايحة فين، مش يسبق إلى إمارة من الإمارات، لا لا لا، هذا مش ليس واردا في أذهان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ما أرادوها، يعني ما أرادوا هذه الدنيا ولا أرادتهم هذه الدنيا. زي أظن سيدنا معاوية رضي الله عنه يقول: أما أبو بكر فما أرادته الدنيا ولا أرادها، وأما عمر فأرادته الدنيا وما أرادها، وأما نحن معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي خليفة المسلمين، وأما نحن فتمرغنا فيها ظهرا على بطن. فالشاهد أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينتهز فرصة أن يدعى الناس من قبل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة ويقول: اليوم أسبق أبا بكر. طبعا خد بالك ده مش إعلان يعني عام، مش إعلان رسمي، مش الخبر ده وصل للصديق، لا لا لا، ده هو أضمر هذا في نفسه، يعني قال في نفسه عمر: لأسبقن اليوم أبا بكر. طبعا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هؤلاء لا يتنافسون في دنيا يصيبونها أو في امرأة ينكحونها، إنما يتنافسون في القرب والطاعات والبر والإحسان والصدقة والإنفاق والجهاد والشهادة في سبيل الله عز وجل، هو ده مجال التنافس بينهم. وبالتالي قال عمر في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر. فذهب عمر ابن الخطاب إلى بيته، وبالطبع ذهب الصديق من باب أولى إلى بيته. ثم بعد شوية عاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسرة كبيرة وضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا منظر السرة غير بقى منظر واحد جاي بكف بملء كفه تمرا او التاني جاي بملء كفيه، ده راجل جاي بسرة كبيرة. فلما وضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم سر لها النبي وتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام فرحا بما جاء به عمر بن الخطاب، لان ده هيدعم الموقف لاغناء هؤلاء اصحاب الحاجات والعوز والفقر والحاجة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا عمر؟ قال: هذا نصف مالي يا رسول الله. يعني سيدنا عمر بن الخطاب راح جاء بنصف مالي، اقتسم المال نصفين، هذا نصف مالي يا رسول الله. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تركت لأهلك وعيالك؟ قال: يا رسول الله تركت لهم النصف. شوف الكلام، هم ينهبوا، أنا ناصفت مالي وهو عارية من الله بين يدي، لكن مع ذلك أنا قسمت المال بين أهلي وبين الله تبارك وتعالى، وهو من أنعم علي بهذه النعم، يا رسول الله تركت لهم النصف. فصر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. جلس طبعا عمر بن الخطاب ينتظر وصول مين؟ المنافس الذي صنع عمر في داخله منافسة سرية معه، بدا على عمر الترقب حتى يأتي الصديق رضي الله عنه. لكن سيبقى الصديق هو الصديق، وسيبقى الصديق رقم واحد. جاء أبو بكر رضي الله عنه بعد شوية بسرة كبيرة كبيرة كبيرة، أكبر من التي جاء بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالطبع سر لها النبي أكثر وأكثر، هذا دعم كبير جدا. يعني لما نقول ادعموا، واحد يدعم بجنيه نفرح له، ونقول رب درهم سبق 100,000 درهم، لكن يأتي واحد تاني ما شاء الله ويدعم مثلا قناة الندى ب100,000، هذا نقول بارك الله فيك ونفرح له أكثر وأكثر وأكثر، واخد بال حضرتك؟ فسيدنا أبو بكر جاء بسرة كبيرة، سر لها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن برضو سألوا: يا أبا بكر ما هذا يا أبا بكر؟ قال أبو بكر: هذا مالي كله يا رسول الله. مالك كله؟ قال: وماذا تركت لأهلك وعيالك؟
قال يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله. طبعا هنا أنطق عمر رضي الله، أنطق الله عز وجل عمر، ما هو خلاص النتيجة بانت وطلعت كلها لصالح الصديق رضي الله عنه، ده جاب ماله كله وده جاب نصف ماله، ده ترك نصف ماله لعياله وده ترك لعياله الله ورسوله. أليس الله بكاف عبده؟ الجواب بلى. فسيدنا عمر بن الخطاب على طول نطق وأعلن وقال: والله يا أبا بكر لا أسابقك إلى خير أبدا، خلاص أنا عرفت قدري وعرفت مكانتي، فأنت رقم واحد، ستظل رقم واحد، يعني أنت أرفع الأمة منزلة وأزكى هذه الأمة وأبر هذه الأمة وأحسن هذه الأمة عملا وطاعة وعبادة وصدقا وتصديقا وصدقة وعطاء وإنفاقا وبذلا وإلى آخره، مع الاحتفاظ بالطبع بالمركز الثاني بصفة دائمة لمين؟ للعبقري الفذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن جاء آت وقال المركز رقم واحد حصريا لصالح الصديق، نقول له صدقت ونبصم له بالعشرين. وإن جاء الآخر قال والمركز الثاني أيضا حصريا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، نقول له صدقت ثم نبصم له أيضا بالعشرين، أن هذا هو صاحب المركز الأول الصديق وأن هذا هو صاحب المركز الثاني الفاروق. وإن كان بين هذا وذاك هذه التفاصيل التي يتبوأ فيها عمر بن الخطاب أحيانا منزلة العبقرية الفذة بالفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دون كثير من أصحابه عليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. كان عمر رضي الله عنه أجود الناس، وكان يأخذ هذه القدوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اشمعنى الصديق والفاروق؟ ايوه عشان هم اكثر التزاما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكثر ملازمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكثر اطول عيشة وحياة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكثر انتفاعا وفائدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفادوا منه كثيرا جدا، تربوا على يديه. فالمدرسة المحمدية كان مكتوبا عليها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فلا تعجب إذا وجدت الصديق كذلك، ولا تعجب إذا وجدت الفاروق كذلك. هذه بعض ملامح من عبقرية عمر قضيناها مع حضراتكم في هذه الليلة، وما زالت هناك جوانب وملامح أخرى في عبقرية عمر بن الخطاب، لكن لها مجال آخر ووقت آخر إن شاء الله عز وجل، لأن وقت حلقتنا قد انتهى. ومخرج هذا اللقاء يبادرني بالخلوص من هذا اللقاء لارتباطهم بالمواعيد الأخرى. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، وشكر الله عز وجل لكم حسن متابعتكم، وجعل الله مجلسي ومجلسكم في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. ونسأله تعالى أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، حتى ألتقي بحضراتكم في اللقاء الجديد إن شاء الله عز وجل في نفس هذا الموعد العاشرة مساء يوم السبت القادم إن شاء الله، لكم مني أفضل تحية، والشكر موصول لفريق العمل بصفة عامة ولمخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. جعل الله هذا في ميزان حسناتهم، وموفقون دائما إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب،
رحماء بينهم، ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغابي. خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب. رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغابي.